السلام عليكم ورحمة الله. طبعا رح نتابع مشوارنا بال components of RBD. اليوم رح ناخد الميجر كونكترز اللي هو component من ال RBD، أهم component هو يعني ما يسمى الوصلات الكبرى أو الميجر كونكترز للماكسيلاري للفك العلوي. طبعا ك headlines رح ناخد ال definition، التايبس، اللوكيشن، الريكويرمنت، الانديكيشن والكونترا انديكيشن، والادفانتج والديسادفانتج، وطبعا الفانكشن مالته ان كان تسوي سبورت، ريتنشن، بريسنج، ان دايركت ريتنشن او سبيشال فانكشن. طبعا اليوم راح يكون عبارة عن ديفينيشن للميجر كونكتورز والتايبس، راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرة القادمة. ميجر كونكتر، شو مقصود بالميجر كونكترز؟ هي هاي الجزء الكبير، the most important part of RPD، هاي هي الميجر كونكترز. هاي منا اللي بتربط ال two sides سوا. It is a component of RPD that connects the part of the prosthesis located on the side of the arc with those of the opposite side. شو معناته هالحكي؟ هي عبارة عن مكون من ال removable partial tensor that connect يصل the parts الأجزاء of the prosthesis التعويض located on one side of the arc side للarc to the other opposite side of the arc. يعني يصل مكونات جهة من ال قوس السنية الارك to the other side of the arc opposite side. شو هي الفانكشن مال الكونكترز؟ join the component together اكيد، contribute support الفانكشن مالته of the prosthesis، they contribute to the function of pressing كمان و reciprocating. معناها نحن بالفانكشن مالته بتساوي support بتساوي pressing. They may contribute in the bracing, contribute to retention همنا of the prosthesis, palatal provide direct retention, connectors resting on prepared dental or film oral tissue provide indirect retention. معناتها ال function مالته مثل ما قلنا join ال component من side to side بتسوي support ل prosthesis، وهي أهم function. may contribute ممكن تسوي البريسنج اللي شرحنا عنها بالمحاضرة السابقة، retention of the prosthesis ايضا ثبات التعويض في حالة يعني في حالة خاصة لما بيكون عم نستعمل نحن البلاتال ميجر كونكترز. طبعا نحكي بالتايبس بالمحاضرة الجاي. لما بيكون البلاتال بليتس او الصفيحة مال الحنك هاي provide direct retention، connector resting on prepared dental film، طبعا هدني كونكترز هم رح ناخذهم ان شاء الله بالتفصيل، resting على ال على الدنتال على الديث على البريبيد دنتال، هم هاي بتساوي دايركت indirect retention او تثبيت غير مباشر. هدني شايفين هدول كلهم indirect retention. اذا الفانكشن لازم نحفظهم، شايفين function contribute to the support of the prosthesis by depressing stress applied to the، هون عم بتساوي support. They may contribute to the bracing and reciprocating. هذا كله مشروح بالصور، كل function كيف عم بسوي bracing. contribute retention، شايفين البلاتال هذا نوع من انواع الميجر كونكترز مثل ما قلنا نحكي بالتايبس بعدين، بسوي direct retention provide direct retention. may provide indirect retention مثل ما قلنا هذا الindirect retention عن طريق هذني الكونكترز اللي بنحطه على التيث ال prepared teeth، هذني بساو indirect retention. يعني الانتيري هاي نوع من انواع اهم الميجر كونكترز اسمه anterior palatal bar، هذا بساوي indirect retention. شوف ال posterior bar هم يساوي anterior retention. هلا ال requirement شو هي الايديال ريكويرمنت لحتى نحصل على ميجر كونكتر للماكسيلاري؟ ايديال ريجيديتي يعني الثبات، از نيسيسري تو ترانسميت ستريس اوف ذا ماستيكيشن فروم وان سايد تو ذا اذر سايد. طبعا ريجيديتي ليش مهم؟ على مود ننقل القوى الماضغه اللي هي ماستيكيشن فروم وان سايد تو ذا اذر سايد اوف ذا ارك. اذا اهم شيء ريجيديتي،
must be properly fit, located in relation to the gingival and moving tissue and not interface or irritate. أكيد لازم تكون مكان التوضع مالته هاي الميجر كونكتر probably fit وما بيسوي irritation يعني التهاب للسة للجنجيفال ولا التانج لللسان. self cleansing يعني ما بتكون سموث فتنظيفها بيكون تنظيف خلينا نقول غريزي يعني باللعاب تتنظف ما يعلق عليها فضلات الطعام تلزق بيها. not allow tramping on food يعني particle نفس الفكرة لا تحصر فضلات الطعام. should be made from an alloy compatible with oral tissue يجب ان تستعمل خليطة معدنية مثل ما قلنا النيكل تيتانيوم alloy هي احسن شيء compatible متقبلة حيويا للأورال تيشو للنسج الحيوية. relief is avoided under maxillary major connector except in the presence of palatal tori or permanent media palatine rough. شو معناته هالحكي؟ الريليف لازم تكونوا اخذتوه كلينيكالي هي عبارة عن layer of wax بتنحط على الكاست هي عبارة عن هذا المكان الواكس يبقى مكانه من نسوي نحن عملية طبخ الجهاز او الار بي دي فبتصير هاي الواكس layer of wax بيبقى مكانه فارغ هاي ده نحن بنسميه ريليف فلازم تكونوا انتو مثلا خليني اضرب لكم مثال بالكلينيكال او بالعملي لما بتسووا مثلا special tray ومنسوي ريليف بمناطق الاندركات او ما بتسووا الريكورد بيس هاي كل المناطق اللي بنعملها واكسينج للاندر كات اسمها ريليف وحتى بالبلاتال لاين البوستيريور بلاتال لاين بنعمل ريليف فهي اذا ريليف افويدد نتجنبه تحت الماكسيلاري ميجر كونكتس الا في حالات اكسبت لما بكون عندنا بلاتال توري يعني هو عباره عن انتفاخ او عرن حاله فيزيولوجيه بيكون بها البون مال البلاتال متضخم فيسمى بالعربي العرن العرن العظمي or a prominent دائما medium palatine rough او نفس الشيء هو عبارة عن عرن عظمي فقط على مود ما يصير به يعني ضغط للميجر كونكتر عرن فبالتالي يصير بروكن للميجر كونكتر بنساوي هاي المنطقة ريليف خاطر ما يصير فيه pressure هواي should not alter the natural contour of the palatal surface of the arc اكيد لازم تكون شكلها طبيعي مع البلاتال. the lateral palatal borders should be placed as the junction of the vertical and horizontal surface of the plate. the lateral palatal borders should be placed at the junction of the vertical and horizontal surface of the plate. طبعا الابتداد الخلفي lateral palatal borders يجب ان يكون على الاتصال منطقة الجنكشن of the vertical and horizontal surface of the plate فما يجب ان يتجاوز الخط العمودي هذا الافقي والعمودي لنهاية البلاتال ما لازم يفوت على السوفت بلاتال يكمل عند هذا الخط مثل ما اخذنا بالكمبليت تيتشر البوستيريور بوردر لازم يكونوا اخذته بالمرحلة الثانية بتوقف عند اللاين اللي يفصل الجنكشن ما بين الهارد بلات والسوفت بلات it should cross the midline اكيد كروس ذا ميد لاين لان اذا تعمل كونكترز من هالسايد ولهذا السايد بوني اور سوفت تيشو شود بي افويتد اكيد هاي اللي كنت عم بقول لكم عليها التوري شايفين هاي التوري هاي لما بتكون موجوده طبعا الافضل نحن نعمل لها اكستراكشن يعني بون سيرجري نشيلها الافضل واذا ما كانت متداخله هسا مثل هاي نوع من الميجر كونكترز اللي هي انتيرير بار وبوستيرير بار لما تكون مثلا بالمنطقه النصف وما يوجد تدخل وياها منعوفه ما في داعي لذلك لازم to be avoided الا اذا كان نحن يجب انه تمر من عندها يمنا اذا كانت كبيره هواي لازم نعمل لها extraction اذا لا صغيره بنعمل لها ريليف مثل ما حكينا cover no more tissue than necessary اكيد لانه كل ما الميجر كونكترز غطت اقل تشو كل ما كان الجاج ريفلكس او منعكس التقيع عند المريض اخف الثيكنس اوف ذا ميتال شود بي يونيفورم اكيد واحد ثرو ذا بلت الثيكنس يونيفورم يعني سخانة الميتال واحدة ذا ميتال شود نوت بي هايلي بوليشد اوف ذا تيشو سايد ما في داعي نعمله تلميع بشكل زائد ذا بوردرز شود بي بليس ات ليست 6 ملم اواي فروم ذا جينفيلر مارجن هاي معلومة كلش مهمة يجب البوردرز مال الميجر كونكتر شايفينها تبعد عن الحواف اللثويه الجنجيفال بوردرز at least 6 مليمتر
لان هنا من تجي لنا تسوي inflammation of the gingival. The borders should run parallel. اكيد شايفين البوردرز التقاء مع التيس، طبعا هو 6 ملم بينها وبين الحواف الجنجيفال، شايفين بكل السايتس، ويجب ان تكون متوازيه rather than طبعا متوازيه cross in order to reduce the least possible soft tissue coverage. اكيد فنحن بتكون parallel، ما بتكون مثلا شايفين كلها parallel متوازيه، التقاء مع التشو كله parallel. All borders should be tapered towards the tissue. يعني ما تكون شيء زي tapered، مثل خلينا نقول ترجمتها بالعربي كيف بدي ترجم لكم اياها، مستدقة، يعني لا تكون شيء زي او حادة، شايفين tapered منحنية يعني محدبة، خلينا نقول should be smoothly curved and they are less detectable by tongue and not interfere with the speech. اكيد كل ما كانت كيرف وناعمة ما بتتداخل مع السبيتش يعني الكلام، وديتكتبل باي تانك يعني ما يضل المريض يلعب بيها بلسانه. And to minimize patient discomfort، اكيد بالاخير بتقلل من عدم الرحمة للمريض، كل ما كانت محدبة وناعمة ولا تتدخل مع اللسان. هاي the borders كلش مهمة، لازم تحفظوا لي هاي البوردرز should be اللي هي ال 14 count من ال requirement، هذا كلش مهم، يعني بما انه انت كتكنيشن انت راح تسوي هاي الامور، فبتعطيه للطبيب ار بي دي يعني البوردرز مالته ايديل. ذا بوردرز شود بي اكيد بيدد سكرابينج اجروف 30 to 42 ملم وايد اند ديب ات ذا ايدج اوف ذا ديزاين اوف ذا ماكس ميجر كونكتر. شايفين شو معناتها الحكي بيدد؟ يعني ان تكون منغرسه جوا النسج. فهذا كيف بنحصله؟ نحن على الكاس مالتنا بنعمل جروف، شايفين هذا الجروف، نحن جايين خلينا نعمل تخطيط للميجر كونكترز، هذا الجروف هذاني 1 ملم وايد اند ديب ات ذا ايدج اوف ذا ديزاين، هذا الايدج اوف ذا ديزاين. فهذا الشيء بيعمل لنا سيلينج ختم اكروس اول ذا بوردرز بريفنتنج فورد فروم كولكتنج اندر ذا ماكس ماكسيلاري. يعني طبعا هذا الجروف بيعمل سيلينج وظيفته وبيعمل ختم بحيث الفضلات الطعام ما تتجمع جوا الميجر كونكترز. واوفر جروث اوف ذا بلاتال تيشو اكيد يمنع التضخم مال النسج مال البلاتال الحنك. وترانسفير بوردرز تو ذا ريفراكتوري، هاي اخر شيء عندي خطا يمكن بالكتابه اخر تعداله، مو مهم هي على كل، خلينا نحن هاي البوردرز شود بي بيدد. بيدد يعني محفوره جوا النسج، بنعمل جروفينج مثل ما قلنا سكرابينج جروف 1 ملم تو 30 to 4 quarter ملم وايد اند ديب ات ذا كاست. شو وظيفته مثل ما قلنا هذا السكرابينج جروف؟ بيعمل سيلينج وبيعمل بريفنتنج للفود اكيومنتيشن وبيعمل بريفنتنج للاوفر جروس البلاتال تشو. احفظوا لي بس هذني ثلاثه، هاي الرابعه كاتبها انا بس مو واضحه. اوكي هيك بكون اخذنا الميجر كونكتر للماكسيلاري. الديفينيشن شو هي يعني ميجر كونكتر؟ اذا حدا سالكم بالار بي دي اذا شفتها تعرف شو هي الميجر كونكترز، شو هي الفانكشن مالتها، شو بتسوي، وشو الايديال ريكويرمنت. ان شاء الله بالمحاضره القادمه راح ناخذ التايبس الميجر كونكترز مال الماكسيلاري، شو هن التايبس وايمت بنحط هاي وايمت بنحط هاي. بهيك بكون ان شاء الله انتهى الدرس، وشكرا لاصغائكم.